المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات. من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا اليوم بعنوان خفايا القلوب، وهذه الجارحة جزء من هذه الجوارح التي يتشكل منها الجسد، وهذه الجوارح معبدة لله تبارك وتعالى ولها وظائف، وهي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمرت بفعله، والقلب سيد هذه الجوارح وله خفايا، وهذه الخفايا من أمور الغيب لا يمكن أن نتوصل إليها إلا بالوحي بآية عن الله تبارك وتعالى أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا بد من الوحي في إخبارنا بخفايا القلوب، هذا من علم الغيب. ونحن في حاجة أن نتحدث عن القلوب، تحدثنا من قبل ونتحدث اليوم لا لشيء إلا لأن العبرة بما في هذه القلوب، والناظر إلى أحوالنا يجد أننا نهتم كثيرا بظواهرنا، نهتم بلباسنا، نهتم بمشاعرنا الظاهرة، نهتم بانفعالاتنا الظاهرة، نحسنها نجملها، نهتم بظواهرنا فيما نلبس فيما نأكل فيما نشرب، ونحرص أن نري الآخرين أحسن ما عندنا في كلامنا في أكلنا في شربنا في ملبسنا، ولكننا نغفل عن هذه الجارحة التي هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل. لذا أعيد الحديث أكثر من مرة في ما يتعلق بالقلوب، والسبب كما سيأتي بعد قليل أن العبرة بمن سلم له قلبه في الدنيا وسلم له قلبه في الآخرة، وهذه من مسائل أن الجزاء من جنس العمل. العبد إذا حرص كل الحرص أن يسلم له قلبه في الدنيا سلم له قلبه في الآخرة، وسلم الله تبارك وتعالى له قلبه في الآخرة. فحديث اليوم عن خفايا القلوب، وسأتحدث عن هذه الخفايا واحدة تلو الأخرى بحسب ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا في هذا الوقت. المسألة الأولى، كما تقدم إن للقلب وظيفة، وهذه الوظيفة هي الفهم والعقل، والذي يسيطر على هذا القلب ويسيطر على هذه المشاعر والأحاسيس ويسعى في نظافته من الغل والحسد والشحناء والبغضاء هو صاحب القلب. الله سبحانه وتعالى قال، يخاطب صاحب هذه النفس، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني سيسأل الإنسان عن هذه الجوارح، وستسأل هذه الجوارح عن وظيفتها عن مهمتها عن عملها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع
والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب له فهم وله إدراك، ولا بد أن نلتفت إلى هذا الفهم وإلى هذا الإدراك ونهتم به. الله سبحانه وتعالى عاب على قوم سيكون مآلهم إلى جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى، والسبب اسم ماذا كان، ماذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا لهذا السبب؟ قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الشاهد هذا القلب له هذا الإحساس، له أنه يتعقل. تصور الإنسان تمر عليه الآيات، تمر عليه الابتلاءات، تمر عليه الحوادث والفتن مليئة بالدروس مليئة بالعبر، فلا يعقل هذه الدروس وهذه العبر. آخر هذه الطوام وآخر هذه الفتن فتنة هذا الفيروس الذي انتشر في العالم، أين العقول أو أين القلوب التي تعقل هذه الفتنة وتعقل الدروس التي فيها؟ تصور العالم بأسره يتوقف، ما كان يتحرك في السماء من طائرات توقفت، ما كان يتحرك في البحار من سفن توقفت، ما كان يدب على الأرض من علاقات واجتماعات وحفلات ولقاءات توقفت. ألا يعقل هذا القلب أن وراء هذا درس وعبرة ينتبه من غفلته، يستيقظ من رقدته؟ الظالم الذي أوقع ظلمه على الآخرين ألا ينتبه من هذا الأمر؟ الأمر الثالث، الله سبحانه وتعالى يقول: أفلم يسيروا في الأرض. تصوروا أخواني، هذه آيات نتلوها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب قد تصاب بالعمى فلا ترى العبرة ولا ترى الدرس من وراء هذه الفتنة أو من وراء هذا الوباء أو البلاء. هذه مجموعة من الخفايا، وهناك خفايا أخرى أتي عليها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، ومع حديث بعنوان خفايا القلوب. من هذه الخفايا، وقد تقدم في مقدمة هذا الدرس، أن من سلم قلبه في الدنيا سلم له في الآخرة، ومن كان له منيبا في الدنيا كان منيبا في الآخرة. وهذا بيدي وبيدك أن نسعى في سلامة قلوبنا. انظر إلى الجهد المبذول والوقت والمال الذي نسعى من خلاله إلى سلامة أجسادنا. كم نبذل من الجهد والوقت والمال لتسلم لنا هذه الأجساد؟ فهل بذلنا مثلها لسلامة قلوبنا؟ قد يقول قائل: يعني كيف أسعى إلى سلامة قلبي وإنابة قلبي؟ أقول هذا حديث سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، لكن الآن أقول إن من الخفايا المهمة
أنه لا يمكن أن يأتي الإنسان بقلب سليم في الآخرة وقلبه في الدنيا متسخ سقيم ملوث غير نظيف. والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أراد النجاة من الخزي عليه أن يأتي يوم القيامة بقلب سليم، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بقلب سليم في الآخرة إلا إذا سلم له قلبه في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجاء بقلب منيب، إذا لم أمتلك وإياك في الدنيا قلبا منيبا رجاعا أوابا تائبا تظهر عليه علامات الإنابة والتوبة والخشية والخضوع لله تبارك وتعالى، إذا لم يكن كذلك لن يكون في الآخرة منيبا. من الخفايا أيضا أن القلوب تقسو وتلين، القلب القاسي قلب بعيد عن الله عن الله تبارك وتعالى، وكلما ابتعد الإنسان عن طاعة الله وعن مرضاة الله وعن صراطه المستقيم قسى قلبه، وكلما اقترب حقيقة من طاعة الله وأمر الله والتزم الصراط المستقيم لان قلبه. وهذا الذي نريد، نريد أن الإنسان يمتلك هذا القلب اللين والخلق الهين، ولا يعرف القلب بقسوته ولينه من خلال المختبرات أو من خلال الأشعة أو من خلال عمليات القسطرة أو غيرها، لا، إنما يعرف بسلوك صاحبه بأخلاق صاحبه بتعامل صاحبه. هذا الذي أوقع الظلم على الآخرين، أكل أموالهم، سفك دماءهم، نال من أعراضهم، هذا جزما قلبه قاسي. لهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من قسوة قلبه، قال يا رسول الله جئتك أشكو قسوة قلبي، فقال عليه الصلاة والسلام أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ هذا مهم، يلين القلب وتدرك حاجتك، أرحم اليتيم وامسح رأسه. هذا في سلوكه في رحمته بالآخرين كانت سبب لأن يلين هذا القلب. من خفايا القلوب أنها تتأثر بالذنوب، وكلما أذنب الإنسان ذنبا كان تأثير ذلك في قلبه، حتى الذنوب الصغيرة، حتى الذنوب التي لا يعلمها إلا الله، التي قد تخفى على الناس تؤثر في القلب وتجتمع كالنقط حتى يتحول هذا القلب الأبيض إلى قطعة من السواد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر غيبي لا يمكن أن نصل إليه ونتعرف عليه إلا من خلال الوحي. فاسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه،
تقع هكذا نقطة في قلبه، نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، أي تنظف. إذا تاب وترك الذنب واستغفر صقل قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن زاد، يعني في الذنب، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا هو الران الذي يعلو القلب بسبب الذنب. من هذه المسائل والخفايا أن الإبرة بما في القلب. قد يقول الإنسان بلسانه: والله إني أحبك يا فلان، وأعزك، وأرغب في مساعدتك والوقوف معك. ليس العبرة في قوله، العبرة بما في قلبه، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في القلب. كم من إنسان قال لآخر كلاما وهو يضمر في قلبه خلاف هذا الكلام والقول؟ كم؟ وأحيانا بعض الناس من شدة ما يعني تعلم الكذب أصبح مكشوف. والقاعدة تقول أن اللسان يغرف مما في القلب، وهذا دليله قول الله سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. الشاهد أن العبرة بما في القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ومستقر هذه التقوى في القلوب، ثم يرى أثر ذلك على الجوارح في أعمال هذا العبد. أخرج وإياكم في فاصل ثم أتواصل، فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي، وحديث عن خفايا القلوب. من هذه الخفايا النقطة السابعة أن القلب قائد للجوارح، بمعنى اجتهد في إصلاح قلبك ستنقاد له هذه الجوارح. عينك هذه يقودها القلب، فالعين إذا زاغت إلى الحرام والنظر إلى الحرام، ترى الذي يقودها القلب، هناك خلل في القلب. وبقية الجوارح كلها كذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يكون جهدنا وعملنا كله في محاولة أن يسلم هذا القلب، وهذا سأفرد له حلقة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى، كيف أسعى إلى إصلاح قلبي وإلى سلامته. من هذه الخفايا أن القلب يتقلب، الله يكفينا الشر، يصبح مؤمنا، أي صاحبه يصبح مؤمنا يمسي كافرا. اليوم ثابت على مبدأ، تراه سبحان الله في الغد يتغير. وهنا خطورة تقول للإنسان: لا تغتر ولا تغفل، لا تغتر بعملك ولا تغفل عن قلبك، كن حاضرا مستشعرا لحياته
ومستشعرا لسلامته فربما انقلب. وأنتم تذكرون إخواني أخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا بثبات قلبه وسلامة قلبه. يقول عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. شوف القدر إذا وضع فيه هذا السائل كيف درجة الغليان تفعل بما فيه. هكذا القلب يتحرك وينقلب وينتكس، وربما ارتد صاحبه، فالعاقل ينتبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، ومثل القلب كمثل الريشة بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. صور يعني شجرة بأرض فلاه، شجرة في الصحراء في البر لوحدها، ما هناك شيء يحجزها عن الهواء وقوة الهواء، وفيها ريشة معلقة في أحد أغصانها، كيف تتقلب؟ هكذا قلب ابن آدم. هذا كان كثير عليه الصلاة والسلام، كان كثير يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أنا أستغرب حينما أسأل نفسي أو أسأل غيري: هل دعوت اليوم بهذا الدعاء؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهذا الدعاء كثيرا، وهو المؤيد بالوحي وبالرسالة وبالمعجزات وبما يتنزل عليه من القرآن، ومع ذلك يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. من خفايا القلوب أن الأعمال تتفاضل بما في القلوب. يصلي فلان ويصلي فلان، أعمالهم تتفاضل بما في القلب. يصوم فلان ويصوم فلان، يصوم أهل البيت كلهم، لكن هذا يؤجر وربما هذا لا يؤجر. هذا يؤجر لأنه صام لله، وهذا لا يؤجر لأنه صام ليقال عنه أنه صائم. صلى فلان وصلى آخر بجانبه، هذا نال أجر الصلاة كاملة، وهذا نال ربعها أو سدسها أو ثلثها. والسبب بما في هذا القلب من خشوع وصدق. تصوروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة. يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى هذا الأجر المترتب والفضل المترتب. قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. القلب كما أنه يدبر يقبل، أقبل على هاتين الصلاتين. قال: مقبل عليهما بقلبه ووجهه. قال: إلا وجبت له الجنة. هذا معيار من معايير التفاضل. يقول عليه الصلاة والسلام، واسمع هذا الحديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل إذا قام يصلي، قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي له أهل، بالذي هو له أهل، فرغ قلبه لله وفرغ قلبه لله إلا انصرف خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. إذن بالفعل يتفاضل الناس، تتفاضل هذه الأعمال ويتفاضل الناس بما في قلوبهم. من خفايا القلوب أن عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وهذا جاء فيها أحاديث وجاءت فيها معاني عظيمة، لكن
من الأمور التي تذكر في هذا الأمر ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في كلام جميل يحتاج إلى تأمل. يقول: لكل امرئ جواني وبراني. اسمع هذا الكلام، قال: لكل امرئ جواني وبراني. البراني هو الشيء الظاهر، والجواني ما في القلوب. قال: فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. فإذا عمل العبد على إصلاح ما في قلبه تأثر الظاهر ولا بد. من خفايا القلوب أن القلب هدف للشيطان، والشيطان متربص لما في القلب، لأنه يعلم أنه هو القائد. لذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. إذن بيدي وبيدك أن نتغلب على هذا العدو الذي هو جاثم على قلوبنا. إذا ذكرنا الله خنس، ما يبتعد كثير، ولكننا إذا حصلت منا الغفلة وسوس. قال: فإذا سهى أو غفل وسوس. هذه مسائل المتعلقة ببعض المسائل المتعلقة بخفايا القلوب، والمسائل كثيرة ومتعددة، لكن لضيق الوقت أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا، وأن يجعلها له منيبة خاشعة خاضعة. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والرشاد، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات، جئنا لنقطف زهر نور ينعم ونصوغه بقلائد الوطن.